فهل يعتقد أن لماذا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءة. ضيفي في هذه الحلقة هو المفكر الإسلامي السعودي الشيخ محمد الدحيم. حياك الله يا شيخ محمد. الاسم شيخ بالتخفيف ولا بالتشديد؟ الدحيم. شيخ محمد، سأسألك عن مقال كتبته في فترة سابقة ونشر في موقعك الشخصي تحت عنوان فتح الذرائع، تتحدث فيه عن مفهوم سد الذرائع في الفقه الإسلامي. تقول: في العرف الفقهي غلب السد على الفتح في قاعدة الذرائع، ولربما لا تجد للفتح ذكرا عند البعض، مما سبب أزمة في الفتوى والقضاء وفي الدعوة والتربية، بل في الحياة والمعاش. فأصبح سد الذريعة صوتا يضرب به الداعي والمربي وملجأ لأشباه الفقهاء ليعملوا به وصايتهم على الناس في حراسة مشددة للحدود وإهمال مشعور أو لا مشعور به للداخل الاجتماعي، مما أنهك قوى الناس واستنزف صبرهم ودفعهم للمقاومة من أجل العيش والحياة. شيخ محمد، تتحدث أنت عن سد باب الذرائع، ترى أنه تم التوسع في هذا الباب حتى أنهك الناس من هذا، يعني من هذه الآلية. لماذا في تقديرك يعني تم توسيع سد باب الذرائع؟ هو في الأصل الذريعة هي الوسيلة، فإما أن تكون وسيلة إلى خير فيجب فتحها، وإما أن تكون وسيلة إلى شر فيجب منعها وسدها. فالقرافي، الإمام القرافي المالكي، يقول: وكما أن الذريعة تسد فهي تفتح. هذا منه؟ الإمام القرافي، وهو من الأئمة المالكية المتقدمين. إذن الذريعة هي محايدة، وسيلة محايدة، إما أن تفتح وإما أن تمنع. في حالات التخلف العلمي، في حالات العجز الفقهي، في حالات الكسل الذهني الذي لا يتمتع بالبحث والاستقصاء ولا ينظر للمآلات وما تصير إليه الأمور، يصير بعض الفقهاء أو حملة الفقه إلى سد الذرائع، لأن هناك أشياء يتوهمها قد يصير إليها هذا المآل، وبالتالي هو يمنع منها، أو لأنها أمور هو لم يعتادها، أو لأنها مصالح لم يطلع عليها، أو لأنه ينظر إلى مصالح آنية ويغيب عنه المصالح المآلية، أو لأنه ينظر إلى المصالح المحلية وتغيب عنه المصالح العالمية، أو لأنه ينظر إلى المصالح الخاصة وتغيب عنه المصالح العامة، خاصة للشخصية، وهكذا. فلذلك يلجأ إلى سد الذرائع، وربما يكون الدافع الأساسي في هذا هو ضعف المعرفة. تتحدث عن هذا وتقول أنه أصبح اللي هو باب سد الذرائع ملجأ لأشباه الفقهاء، يعني إذا كان الفقيه غير متمكن يلجأ كثيرا إلى سد باب الذريعة. هو حتى بس الكلمة ما يفهمها أشباه الفقهاء، هذا في نص نبوي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه ليس بفقيه. فعندنا حملة فقه بالنص النبوي ليس فقهاء، فمثل هؤلاء إذا أصدروا مثل بعض الفتاوى أو أنهم تم استفتاءهم واللجوء إليهم، فإن مثل العمل بالأحواط سد الذرائع يكون من أسهل الأمور لديهم. طيب، هناك من يرى أن توسيع باب سد الذريعة لأن الناس يعني توسعوا كثيرا حتى لا يقعوا في المحذور يلجأ إلى سد باب الذرائع. أنا لم أقل بعدم سد الذرائع إطلاقا، لكن أنت لما تقول أن الناس توجهوا أو توسعوا الناس، إذا كانوا الناس يتوسعون فيما يباح لهم فلماذا أمنعهم؟ في كلمة جميلة لابن تيمية يقول: الناس لا يسعهم إلا المباح، فإذا فعلوا ما يدخلهم الجنة لم يمنعوا إلا مما يدخلهم النار. شوف السعة، الناس لا يسعهم إلا المباح، فإذا فعلوا ما يدخلهم الجنة لم يمنعوا إلا مما يدخلهم النار. إذن الناس في سعة، أصل كلمة المباح في اللغة معناها الواسع. هل استخدمت يعني باب سد الذريعة لتضييق يعني دائرة المباح؟ ربما لا يقصد بذلك ابتداء التضييق، لكن النتيجة، أنا أحاسب النتائج، النتيجة أنه فيه تضييق، يعني وصلنا لهذه النتيجة. لكن أن يكون الفقيه قصد أو لم يقصد، لكن على الفقيه أيضا أن يكون واعيا، لأنه يا أستاذ تركي الكلام الجميع، أنه ما معنى كلمة فقيه؟ ابن تيمية يقول: فضيلة الفقيه هو من يعرف خير الخيرين وشر الشرين.
هذا هو الفقيه الحقيقي. ليس الفقيه هو الذي ينقل الفقه أو يكون مرددا لهذا الفقه. الفقه هو أكبر من ذلك. الفقه هو فهم واسع. وتعرف أن النصوص أن الفقه على نوعين، الفقه النصي الذي ورد في الكتاب والسنة، أو الفقه الفهمي. الفقه الفهمي يتغير بمتغيرات واسع جدا، ويتغير بمتغيرات كبيرة، منها المحددات الأربع التي هي تغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. لكل زمان فهمه، ولكل مكان فهمه، ولكل أحوال فهمها، ولكل أشخاص فهمهم. طيب، أنت تدعو في هذا المقال الذي كتبته إلى فتح الذريعة. كيف يمكن أن يتم فتح الذرائع؟ بمعنى أن نتوصل إلى الوسائل التي توسع على الناس، والوسائل التي تزيد من معاشيتهم وحياتهم، لأنه للناس حق التقلب في المعاش كما يعبر الجويني. فحق من حقوقهم هو الحق. ماذا يقصد بالتقلب في المعاش؟ أنهم يسعون في حياتهم وأرزاقهم. قول الله عز وجل: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن حق الناس أن يتقلبوا في هذه الحياة، وأن يأخذوا فيها معاشهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلا يفوتهم شيء من مصالح دنياهم بسبب مثل هذه الفتاوى التي تحجر وتضيق عليهم. الحلال بين والحرام بين. فيبقى على الفقيه وعلى الإنسان الذي يتصدر للفتوى أو يعلم الناس أو يربيهم أن يكون رحيما بهم، كما هو صفة النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين: رؤوف الرحيم. وبالتالي فإن أي فتوى أو أي إجراء أو أي منهج أو تعليم أو تربية تضيق على الناس معاشهم، وتمنعهم مما خلقه الله لهم، وتجعلهم في ضيق من العيش، كل هذا لا يجوز. طيب، هل يمكن أن نعد ما تدعو إليه هو محاولة لإحياء فقه المقاصد؟ لا، هو حي فقه المقاصد أكبر من ذلك أيضا. هذا جزء من فقه المقاصد. فقه المقاصد على ذكره جرى إغفاله فترة من الزمن. ليش؟ يعني بعد ما جاء الإمام الشاطبي وأيضا ابن تيمية وقد عاصره، كان هناك انتشار لمقاصد الشريعة وعلم المقاصد، ثم بعد ذلك خبت. طبعا هناك أسباب كثيرة: التمذهب والجمود المذهبي وفقهاء السلطان وما إلى ذلك، كلهم لا يعتنون بهذه الأشياء، وليس لهم فيها يعني كبير مصالح يحققونها. ولا نريد أن ندخل في التعصب المذهبي وماذا حصل فيه. ثم بعد ذلك خفت هذا الهاجس الفقهي الجميل، إلى أن قام محمد الطاهر عاشور الشيخ الزيتونة وبدأ في إحياء علم المقاصد. ثم بعد ذلك الآن أصبح يعني هناك أعمال مشكورة جدا تبعث على هذا العلم وتحكي. هل ألا يمكن اعتبار الإمام الشافعي هو من أسس لهذا العلم؟ حتى هو أسس يعني لأصول الفقه. الإمام الشافعي الرسالة أسس لأصول الفقه. لا، أقصد أنه حتى الإمام الشاطبي أيضا يعني في الموافقات تحدث عن يعني وضع أسسا لفقه المقاصد. وضع أسس الشاطبي مالكي، مالكي المذهب، وقد جمع من مذهب الإمام مالك والأئمة من بعده وأسس لهذا العلم. كذلك الإمام بن تيمية هو حنبلي في أصوله، الشافعي أيضا في الرسالة وغيرهم. فعلم المقاصد لم يكن غائبا، بل هو موجود في القرآن الكريم وموجود في السنة النبوية، وكان يعمل به عملا أكثر من كونه علما في زمن الصحابة والتابعين. ألا ترى أن الكليات الشريعة تغيب علم المقاصد في معظمها؟ لا، بالعكس، كليات الشريعة تدعم والكليات من المقاصد، ولكن الوقوف على التطبيقات في كليات الشريعة جمود. كليات الشريعة هي معنى كلي أدركه الفقيه بعقله من مجموع النصوص ومن تطبيقاتها، ثم بعد ذلك الجمود على التطبيقات السابقة التي مرتبطة كما قلت لك بزمن معين، أو مرتبطة بحال، أو بمعرفة ذلك الفقيه. الآن أنت في عصر مختلف جدا، عصر يمكن أن نسمه بعصر القوة وعصر السرعة وعصر المصلحية وعصر العالمية، وبالتالي لابد أن تطبق هذه القواعد الكليات أو القواعد المقاصدية أو القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية حتى وفقا لمعطيات الزمن الذي أنت تعيش فيه. جميل. كتبت في الإسلام اليوم مقالا في 30 ديسمبر 2002 تحت عنوان مأزق الفقيه، تتحدث فيه عن أن المباح مركزي في خطاب الوحي.